بقاش الذهن ديالك في الشرك ديما تخيل داك الشخصيه ديال ابو لهب اللي كيصوروها في الافلام القديمه ديال الويل اللي داز علينا في الثمانينات وفي التسعينات، ولا ابو جهل وجاي عند الحجره وقال تيسجد ليها، ولا تخيل داك اللي كيمشي تيعبد البقره، ولا مثلا انسان ساهل شي انسان من دماغك يرحم والديك. ما كنخاطبوش هاد الناس، هادو هاد الناس هما واش واحد كيسجد للشجره، واحد كيسجد للحجره، واحد كيسجد للبقره، واش غادي نجيو نهضروا معاه على فضائل رمضان؟ لا، خصنا نهضروا مع التوحيد هذا بعدا، خصنا نهضروا مع الاسلام بدا رقم واحد. اذا انا كندويش انا مع هذو، انا كندوي مع المسلمين اللي ما سايقينش الاخبار اللي ما قد يتسربوا الى قلوبهم من الشرك. كاين اللي عنده شرك الاسباب، شرك الاسباب هو انه يعتقد ان ذلك السبب هو الذي يفعل في حد ذاته، هو السبب هو اللي تيدير، ماشي الله عز وجل اللي تيدير، ويعتقد ان هذاك الطبيب هو اللي تيشافي، ويعتقد ان هذاك الراقي هو اللي تيشافي، ويعتقد ان هذاك الدواء هو اللي تيشافي. واللي عنده شرك القبور، واللي عنده شرك القصور، واللي عنده شرك الاسباب، واللي عنده شرك المحبه، واللي عنده شرك الرياء، واللي عنده نسال الله، اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ما لجينا ندخلوا في هذا الفيلم هذا ديال الشرك الرياء، هذا موضوع اخر وخصو سلسله محاضرات. الله ينقي قلوبنا، الله ينقي قلوبنا.